محمد الأمين بلعيط مهندس في صناعة الأعضاء الاصطناعية استثمر في مجاله بعد أن استفاد من دعم الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة. احنا المركز تاعنا عنده الاختصاص تاع التكفل بما يخص الاعوجاج لاسكوليوز، الاعوجاج ظهر. درنا ثاني تخصص فيما يخص الحذاء ديابيتيك، لو بودو ديابيت. دونك لو بودو ديابيت هذا منتوج وطني، احنا نخدموه 100% في المركز، يعني باليد العاملة جزائرية الحمد لله. مجال صناعة الأعضاء الاصطناعية من قبل الخواص لا زال محدودا، ما يجعل من تسويقها عقبة في طريق كثير من المصنعين الشباب. العمل تاعنا ماهوش عمل يعني نقعدوا في المركز، احنا رحنا حتى لوبيتال بيتنا اون انترفيان، لوبيتال سيتي فنديروا لي زانترفونسيون، لونسيو ان ابيل. أنا أبل بور الصندوق الوطني العسكري كاس ميليتير، باسكو يجيونا حالات كاس ميليتير، بور لو مومون مازال ما عندناش الاتفاقية. محمد عينة من شباب رفع التحدي للخروج من أزمة البطالة، لكن مفاتيح النجاح ليست مربوطة دائما بهذه القروض بقدر ما هي مربوطة بتوفر الأفكار وتسهيلات الإدارة.